these corporate operations and collude. لم تتوقف تداعيات المناظرة التي وصف فيها أداء الرئيس بايدن بالكارثي، ومنذ ذلك الحين تتصاعد الدعوات المطالبة بتنحي بايدن من داخل معسكره الديمقراطي. إزاء تصاعد المطالب بتنحي بايدن، فجأ ديمقراطيون الجميع بإعلان تمسكهم بمرشحهم، مؤكدين أنه الأجدر لقيادة البلاد بعد أيام من أحاديث الغرف المغلقة بالاتجاه إلى مطالبته بالتنحي. ووفقاً لتحليل لصحيفة الجارديان، فإن الحزب الديمقراطي كان عالقاً بين مخاوف شديدة من رئاسة أخرى لترامب والتردد في اتخاذ إجراءات تطالب بايدن بالانسحاب، لكن الكفة راجحت التمسك ببايدن خشية وصول ترامب للسلطة وخروجهم من المشهد السياسي. قائمة المدافعين عن بقاء بايدن في السباق نائبته كامالا هاريس، رغم أنها البديل الأقوى حال انسحابه. أما جيل زوجة بايدن التي كانت القوة الدافعة لإصراره على البقاء في السباق بحسب ABC نيوز، فصبت جام غضبها على المطالبين بتنحي الرئيس مؤكدة مواصلة القتال. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي أيضا أبرز المطالبين ببقاء والده في السباق، بل وطالبه بمقاومة الضغوط العنيفة التي يتعرض لها للانسحاب من الانتخابات. نواب في الكونغرس أعلنوا دفاعهم المستميت عن بقاء بايدن في سباق الرئاسة، أبرزهم السيناتور كريس كونز رئيس حملة بايدن والنائب روبرت غاريسيا من كاليفورنيا، أيضا النائب جيمس كلايبرون وهو حليف قديم لبايدن الذي قال لا أحد مؤهل أكثر منه لكي يكون رئيسا أو للفوز في الانتخابات.